هذا العظيم إمامنا وسيدنا الحجة المنتظر سلام الله عليه. اليوم الناس تحج هنا في كربلاء تجدد بيعة عمليا، ربما الأيام اللي راحت كليتنا نستذكر مولانا وهو إمام زماننا، وإحنا من المؤمنين في أنه يتصفح أعمالنا كل جمعة، ما أعرف نستند لرواية أخرى ونقول نعم. كل يوم نستند لرواية أخرى ونقول مرة في الأسبوع الكثير روايات، لكن بالنتيجة الإمام مطلع على كل أعمالنا، ونحن نعمل خلف يعني في الغرف الخاصة بنا ما يخص الأعمال المختلفة، لكن اليوم العمل يراه العالم والأمة تحج هنا في كربلاء المقدس، ربما تشكل صورة رائعة للولاء لسيدي ومولاي الإمام الحجة، أليس كذلك؟ أكيد يا مصطفى حبيبي، القضية قضية إمام المهدي قضية عالمية أصبحت، وأصبحت معروفة لدى الجميع، لا غبار عليها، ولكن من يتغافل ومن يحاول أن يعني يعطي صورة مبهمة أو صورة مغشوشة عن هذا الأمر فهو واهم وخسران في هذه الدنيا وفي الآخرة. نعم. الإمام مهدي عجل الله فرجه، نحن بهذه الأيام حقيقة عندما نأتي ونحج إلى كربلاء، الحج الذي هو يعتبر مبايع للإمام عجل الله تعالى فرجه، ويعتبر من باب المصداق أنه يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، فولادة المنقذ الذي سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا لابد أن تكون لها أثر كبير وأثر طيب في نفوس من لم يعرف الإمام، فضلا عن الذين يعرفون الإمام ويريدون أن يتزودوا بمعرفة الإمام معرفة أخرى وأكبر، صح. لأنه معرفة الإمام لا تحصر ولا تعد، صح. بكلمات أو تعد ببعض المناقب القليلة، لا، بل الإمام هو إن رفع عن هذه الدنيا أو رفع عن هذه الأرض ساخت بأهلها، لأن حجة الله على العباد. وإمامنا المهدي عجل الله فرجه الشريف بهذه الأيام نعيش الذكرى للولادة، فلا بد أن تكون القلوب مستعدة قبل أن تستعد الأبدان ونأخذ بهذه الأمور المادية، نعم. مطلوبة. ربما سيد يعني أشاركك نفس النقطة التي تشير لها، الأعمال اليوم الجانب العملي هو أكثر يقرب ما في داخلك، اليوم أنت لما تكون متقرب للإمام الحجة سلام الله عليه، سواء بدعاء لتعجيل الفرج أو بسلوكيات الأدبيات الانقطاع إلى الله غيرها كثير من الأعمال، نعم. ربما لا أعلمها، لكن عندما تمارس شعار الله التي هي من أعظم الأعمال ربما هي تبين مدى انتمائي لهذه المدرسة المحصومة بالكثير من الشعار، وواحدة منها الليلة والليلة التي تليها، أليس كذلك؟ أكيد، والدليل على أنه الإيمان القلبي مقرون بالعبادات كالصلاة والصيام، هذه الأمور التي تؤدى بالجوارح بعض الأحيان، ولا بد أن تكون مقترنة مع شيء قلبي وهي النية، صح. يعني بين كلامك أنه الأمور التي نراها من يعني من إظهار فرحة، من إظهار زينة، من توزيع حلويات، من أمور أخرى، صح. أنه بعض الأوراد التي تؤدى خصوصا في هذه الأيام، في هذه الليلة التي تسبق ليلة المولد، يعني ليلة النصف شعبان ليلة عظيمة وتقدر وتأتي بعد ليلة القدر، أنه تكون عظمتها وشرفيتها بعد ليلة القدر، هذه الليلة العظيمة، فأكيد يعني فيها بعض العبادات والممارسات الخارجية، نعم. ولكن لابد أن تكون لها محورية، لابد أن يكون لها يعني محرك رئيسي وتدور حوله، وهو النية المنعقدة الصحيحة في القلب. ولهذا شو نقول إحنا بالعبادات اللي أو مثل هكذا أعياد، نحن نعتبر ليلة النصف من شعبان، يوم شعبان، ليلة شعبان هي واحدة من أعيادنا اللي نتبادل بها التهاني والتبريك، لكن تختلف طبعا بدرجتها عن باقي الليالي والأعياد، لأنها يعني فيها الكثير من الأعمال، وبالنتيجة اليوم أنا يحق لي أن أعيد بهذه الليلة وهذا اليوم بحجم ماذا؟ بحجم أعمال هذه الليلة إذا ما أديتها، وبالنتيجة هذا الحج هنا في كربلاء انبنى على ماذا؟ على عمل ومصداق في الداخل. أكيد لابد أن يكون عمل، نعم. لأنه الله سبحانه وتعالى دائما يذكر في القرآن الكريم يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نعم. الإيمان مقرون بالعمل، فإنه لابد أن تأتي بعد درجة الإيمان بالعمل، وأنه تؤدي الأعمال لكي ترفع إلى الله سبحانه وتعالى جل وعلا بشكل كامل ومقبولية.